نعم زميلتي سميرة، تحية متجددة لك ولجميع مشاهدي قناة النهار من ولاية بسكرة، أو من أمامي بالضبط، من أمامي مركز رمضان الحسوني بمدينة بسكرة. بالتأكيد قبل نحو نصف ساعة وربما أكثر بقليل عن انطلاق إجراء امتحان الشهادة المتوسط بدأ توافد التلاميذ ومع أوليائهم كما تلاحظون ربما من خلفي، فقد دخل إلى المركز العديد من التلاميذ وينتظر آخرون خارج المركز. بالتأكيد ما نلاحظه هو ظروف عادية جدا، استقبال حسن من طرف رئيس مركز ومعاونيه وفق البروتوكول الصحي كذلك. ربما نتخذ هذا المركز كعينة عن باقي المراكز المتواجدة بالولاية ولنتحدث حول ظروف إجراء هذا الامتحان من حيث التكفل بظروف ربما ضمان ظروف حسنة لسيرورة هذا الامتحان، من حيث التكييف، من حيث الاستقبال، من حيث جميع الظروف الملائمة. معنا السيد عبد الرحمن طالب رئيس مركز إجراء متوسط رمضان الحسوني كما ذكرنا لإفادتنا بمختلف الظروف التي تم تسخيرها لضمان كما قلنا سيرورة حسنة لهذا الامتحان. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بهذه المناسبة الطيبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد مدير التربية الذي قدم كل العون للسير الحسن لهذا المركز، ولقد وفر جميع الشروط وقمنا بإنجاز البروتوكول الصحي على أحسن ما يرام وهو مطبق بنسبة 100%، وكذلك جميع القاعات مكيفة بالتجهيزات التبريد، حيث أن في القاعة تم تنصيب جهازين للتبريد وهي على أحسن ما يرام وفي استعداد جيد لاستقبال أبنائنا التلاميذ لاجتياز شهادة التعليم المتوسط في أحسن الظروف. شكرا سيدي. زميلتي سميرة، فقط بقي أن أشير إلى أن كما تعلمون تم ارتفاع الوجبة الغذائية أو سعر قيمة الوجبة من 200 دينار جزائري إلى 400 دينار جزائري، وذلك بعد سنوات طويلة، يعني بمعنى أنه منتظر أن تتحسن هذه الوجبة بشكل جيد، وهو ما سنقف عليه خلال تغطيتنا المستمرة لهذا الامتحان. شكرا زميلتي. العفو، شكرا لك علي. إذن مشاهدينا، تغطيتنا لأول أيام امتحان شهادة التعليم